ألقت القوات الأمنية في محافظة ذي قار القبض على عصابة متخصصة بسرقة النفط من الأنابيب الناقلة وبيعه في الأسواق بطريقة مبتكرة. وعثرت الشرطة في مدينة الناصرية على منزل مخصص كمخزن للنفط المسروق، مبينة أن عصابة سرقة النفط قامت بثقب الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط بين محافظتي ذي قار وواسط، وربطه بأنبوب طوله 250 مترا يصل إلى البيت الذي خصص لتخزين النفط المسروق قبل أن يتم بيع النفط في السوق السوداء. التجاوز عبارة عن مد أنبوب طول 250 متر واصل بين سلام الأنبوب اللي هو بمسافة تقريبا 100 متر، أكثر من 100 متر عن الشارع العام إلى هذه البيوت القريبة. وكان التجاوز عبارة عن أنبوب وعليه معدات من المواضيع اللي تدخل بصناعة النفط، الأجهزة اللي تدخل بصناعة النفط. تم القبض على شخص وضبط معدات تدخل بصناعة النفط. بعد ما أجت الحفارة مالت النفط، مجلس الحفارة أنا دليت المكان مال الأنبوب، فقبل 3 أشهر تولدت عندي الفكرة بأن أزرف البوري، أثقب البوري، فثقبته، سويت لكاك، أنا سويته بيدي، وثقبته وأسست تأسيس، قلت يومي أنا أسس البوري لما وصلت لداخل البيت، وصلت لبيتي، عندي غرفة، سويت بها التانكي، لحمته وكملته، قفلت الغرفة، خليت لها بنى نص متر طول بعرض، أدخل من عنده وأطلع.